ايه هسه فرصتي، خليه اخذ السياره مال ماما. اوكي اوه الباب مال السياره ينفتح، انسد. اوكي اوه سياره مالت ماما امس اشتريتها، شلون اسوقها؟ شلون سقتها؟ شنو؟ صوت سياره ابي حمي تطلع. ها ماما ماما لا ماما ماما ارجوك اطلع. ماما لا تستخدم السياره اوكي، حطها هنا أنا. اوكي لا تستخدمها خلاص راح اقفل الباب. اوكي ماما والله اوريك ورا حيوان حميد. ماما ارجوك سامحيني والله بعد ما عيده ماما، والله بعد ما عيده. ليش تاخذ السياره وتريد تفطر بها؟ ماما ما تعرف ماما. يعني ما تعرف تسوق، يعني تقدر تسوي حادث هسه ننكب يا اخي، بس عندنا هاي السياره. ماما سمعي راح تنزل لعبه جديده اريد اروح اشتريها هسه. ماما ارجوك عافيه عافيه ماما. لا ماكو لعب يلا تعال تفضل ادخل بيتي، تعال ادخل البيت يلا. ماما ارجوك ماما لا قلت ولا نعال. ماما ارجوك لا تقدمي من على يما راح تقدمي من على ارجوك. روح بابا يلا صرخ ميت يلا يلا ما انت والله راح اقول للبابا عليك، اقول للبابا عليك. اي روح قول للبابا حتى احسن. اكره حمدية في السفر، اكره ماما بوك في السفر انقلع بس اكره ماما والله اكرهها. اوف هذا ابن حميد الكلب همزين ما سوى حادث بهاي السياره. اوكي خلي اخذ السياره ام المليون دولار وحطها واطبقها في بيت جاري. اوكي خلي اطلع من هنا انا حتى حميد بعد ما ياخذ السياره. اوكي خلي اقفل الباب اول مره، خلي اصعد ادبه شوي بالنعال. ابن حميد حميد تعال 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 حميد. ها ماما ها شنو؟ لا ماما لا اسمع شنو اسمع، السياره اذا مرت جايه تمد عليها ايدك والله لا تشوف ايش تساوي لك. ان شاء الله ماما ان شاء الله. هنا انا لمده 4 اشهر اوكي؟ اذا تمت ايدك لا اكرهج لا وغرك وغرك ما والله بعد ما عيده والله لا اقول للبابا علي والله لا ما اقول للبابا ها تقول البابا مو؟ لا ما ادبك انت وابوك ما اقول ما اقول للبابا ما اقول له ما اقول له خلاص خلاص اي صح عليه ضربت البعبع والله ماما تكرهني. اوكي اجت لي خطه شريره، تعرفون ايش راح اسوي؟ راح اروح اسرق السياره من ماما واروح اشتري لي لعبه جديده وايضا اقول البابا على ماما اخليه يقتلها. اوكي هسه انا راح انتظر ماما تنام ويصير الليل واروح انتقم من عندها. يلا حميد اتجلى يلا هسه خلنا صعد النوم. ماما ما اريد انام ما اريد انام ما اريد انام باكر لازم تروح للمدرسه، ماكو عطله ولا شيء، مباكر راح اروح اوديك المدرسه خاصه لازم تدرس خلاص راح انام مين مدرسه مين وباكر اوديك المدرسه خاصه اوكي يعني بس انت لا 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 مدرسه مدرسه نام يلا نام 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 حميد احترم نفسك حميد نام يلا على السريع ما اريد انام انت تكرهيني ما نام حميد حميد خلاص باكر مدرسة خصوصية وراها عقاب. ماما سامحيني والله بعد ما عيد خلاص راح ابوس ايدي ماما والله بعد ما اطلع ما اطلع ارجوك سامحيني سامحيني راح اسامحك وما راح اسوي لك العقوبة بس اكو شرط اريدك تسويه. والله ماما راح تسامحيني والله والله راح اسامعك بس اكو مدرسه خصوصيه لازم اوديك المدرسه خلاص بس العقاب راح اشيل لك اياه بس اكو شرط اريدك انت قد المهمه لو لا اي قد بس ماما شنو شرطك حتى ان شاء الله بعد ما تقتليني تضغط لايك وتشترك بالقناه وتفعل جرس التنبيهات هذا هو الشرط مالك. سمعت الشباب بنات تقول ماما حمديه ضغطوا لايك واشتركوا بالقناه وفعلوا جرس الاشعارات حتى ما تقتليني مو ماما حمديه صح عليك بالضبط وهسه يلا روح انام ما فقع وجهك. اوكي راح انام والله لا انتقم من ماما حمدي وشوفه. هسه اجت فرصتي هلا اجت فرصة حميد راح يعاقب ماما حمدية. خلي اشوف ماما حمدية تتكلم وهي نايمة ولا لا. ماما حمدية ان شاء الله تموتين. حميد الكلب ها انا كلب الكلب انا كلب انا وجه لايك اشتراك فجر التنبيهات. ماما حمدية تريد لايكات. اوكي خلي انزل من هنا راح اخذ سيارة ماما هلا خلي اسد الباب حتى ماما حمدية ما تعرف. هاي شنو سيارة وين ودتها ماما حمدية؟ ماما حمدية خبأت مكان السيارة. اوكي خلي اروح اسال ماما وهي نايمه ان شاء الله تقول وين مكان السياره. اوكي خلي اروح اسال ماما حمديه الغبيه. الا راح اخذ سياره حمديه. اوكي ماما حمديه او نايمه. حبيبتي حمديه اهلا زوجي والله اشتقت لك مشتاق لك حياتي من السفر جيت من السفر كافي خلاص يا حيوانه
حمدية وين مكان السيارة؟ أنا خبيت السيارة من ابن حميد حتى لا ياخذها ويسوي بها حادث. عفية حياتي. حمدية وين مكان السيارة؟ طبقتها في بيت الجيران حتى ما ابن حميد ياخذها. يلا كلي تبن خلاص قد اجت فرصتي. يا زوجي تعال زوجي. ها حياتي شلونك؟ اقول لك ماما حمدية انا زوجك وخنتك راح اتزوج عليك. خلفلك بسرعة. شنو؟ زوج زوجي وينك؟ شورطني ما كابوس. شورطني يا ماما. خلي ارجع انام احسن لي. يا ساتور بس يجي بابا من السفر ماما حمدية راح تقتله. اوكي مو مشكلة هسه اللي خليه ياخذ السيارة. وين السيارة؟ قالت ماما مخليتها عند بيت الجيران. والسيارة واخيرا لقيت السيارة. اوكي هاي شنو؟ اوكي اوه السيارة تنفتح. اوكي شلون اسوق ها؟ شلون عندي ديد اي اشتغلت السيارة. اوكي بسرعة قبل لا تجي ماما حمدية. هاي شنو هذا الصوت؟ شنو؟ حميد اجت ماما السيارة. لا كشفتني ماما. حميد همزين فلتت من ماما حمدية. هسه راح اروح مع صديقي وصديقاتي نلعب بلاي ستيشن. اي همزين سرقت السيارة من ماما حمدية. هذا منو؟ اشنو؟ ها هاي يا ولد. اهلا وسهلا ولد. اهلا ولد وسهلا. ولد انزل من السيارة ولد. منو؟ العفو منو انت؟ منو شلونك؟ الحمد لله. انا الصراحة اشتري السيارات وابيع السيارات وكل شيء اسوي. شفت هذا المكان كله لألي. اوه حلو ايه حلو صح. الصراحة سيارتك كلش عاجبتني وصراحة اريد اشتريها بهواي فلوس. لا 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 هاي سيارة ماما حمدية. سيارة ماما حمدية. تعال وين. طيب شو اسمك انت ابني؟ شو اسمك؟ انا اسمي حميد القرد. وانت؟ طيب حميد راح اشتري لك بلاي ستيشن 4 وبلاي ستيشن 5 وبلاي ستيشن 6 وبلاي ستيشن 7. لا لا ما بس ماما راح تقتلني بالنعال. والله راح تقتلني بالنعال. مالك راح اعطيك فلوس. بس اوكي يلا بيعها لي. بس اول مره تعطيني الفلوس صح؟ ايه بس لازم اسوي بيها فرع تشوفها يعني حلوه لا تشتغل. اوكي صغيرونه هيك. اوكي على راحتك على راحتك. بس مو تخدعني ماما حمدية. لا ما اخدعك انا ثقة. اشوف هذا محلي وهذا كله لي. اوكي انتظرك هنا انا عشر. يلا هلا راح ابيع سيارة ماما. اوكي يلا هسه راح اجرب السيارة. اوه خوش سيارة هاي. حلو هذا. وين راح يهرب؟ لك تعال يا كذاب يا كذاب تعال. ولك سيارة ماما حمدية. هرب. لا هرب من عندي. راح تقتلني ماما حمدية. لا راح تقتلني ماما حمدية. اكره النعال. اوكي بس انا وين اروح؟ راح تقتلني ماما حمدية. اوكي خلي اروح اكذب على ماما حمدية واقول لها اكو شخص سرق سيارتك. اوكي خلي اهرب بسرعة خلي ارجع لماما حمدية اعتذر من عدو واخدعها بسرعة. ايوه اخيرا اجى الصباح. ابن حميد. ايه ابن حميد وين راح؟ اوه ماي جاد ابن حميد هرب. لا اوكي الباب هذا مسدود كل البيبان مسدودة. اوه ماي جاد خلي اشوف سيارتي. هاي شنو وات اعتقد جاري طلع اليوم. هاي شنو سيارتي وين هي؟ هاي شنو سيارتي الليموزين اخر موديل بمليون دولار سرقوها. بس لا يكون ابني حميد سرقها. اوه ماي جاد اوكي مو مشكله خليها اجهز النعال ومن يجي ابني حميد والله لفقع وجهه. ايوه اخيرا وصلت لي. اوه ذكرت ماما دي تقتلني. اوكي خليه يتقرب للبيت بهدوء واصعد لغرفتي. والله لفقع وجهه هذا حميد والله لفقع وجهه والله. لو ماما زعلانه السياره مالتي بس خليه يجي. وين راح نانا ماكو كل شيء. خليك بسرعة خليك قبل لا تشوف حمدية. خلص هذا حميد. وانا هذا حميد يا اخي صار من البارحة يعني هرب من البيت من الليل. اجت ماما حمدية بسرعة خليك اختبي هنا بسرعة وراها في الصندوق. خليها صفق احسن لي. اجل حميد ماما. لا ماما حميد وين السيارة؟ ما اريد اقول لك اجي. وين السيارة؟ ماما والله تردين تكتليني. ما قلت لك بس قال لي وين السيارة وخلاص يعني رجعنا سيارة وهذا ما صار شيء. بس قل لي وين السيارة. السيارة
اعطيتها لواحد فقير. انت ما لازمك نعالي يا ابني. دقيقة ابقى هنا انا. اوكي ابقى هنا انا تعال. ماما جيبي لي همبرجر والله جوعان. اوكي ماما والله ما مصدق. ماما حمدية ما زعلانة من عندي. او ماي جاد. وين راحت ماما حمدية؟ حميد هذا شوف ايدي. بال ايدي. شنو؟ هذا شنو؟ هذي؟ لا سيب والله ما زعل. ايما ايما وين السيارة حميد؟ وين السيارة؟ السيارة سرقوها من عندي. سرقوها والله سرقوها من عندي ماما. سرقوها سرقوها. شلون سرقوها من عندك؟ شلون سرقوها؟ واحد قال لي اريد اجرب السيارة واعطيت اياه وسرقها من عندي. ايش؟ طيب هسه اللي اريده من يمك حميد قبل لا اقتلك تروح تنزل هسه وتروح تجيب السيارة. ما يهمني بيه. بس ماما منين اجيبها؟ منين اجيبها؟ سرقوها والله سرقوها. ما يهمني ماكو رجوع للبيت الا وتجيب سيارة. يلا اكره ماما حمدي خلاص راح اجيبك. يما اوكي اذا يكرهك يلا روح روح. يما ماما ماما اذا اجيبك السيارة اذا اجيب السيارة بعد ما تزعلي من عندي صحيح؟ اكيد ما زعلك بس جيب لي السيارة يا كلب. روح يلا يلا روح. اجت الفكرة اجت الفكرة. صديقي عنده محل مال سيارات راح اروح اقول له يعطيني سيارة من سياراته. اوكي خل اجيب سيارة حديثة لماما. اي هسه وصلت البيت صديقي الغني. اوكي خلي اروح صديقي امير اقول له يعطيني السياره مال ابوه حتى اروح اعطيها لماما. اوكي امير اهلا وسهلا اخوي. اهلا وسهلا حميد شلونك حبيبي. اهلا وسهلا امير. ها اريدك تساعدني بشغله. السياره مالتنا ضاعت واريدك تعطيني سياره ابوك. ايش رايك؟ والله صراحة ابوي هسه في الشغل بس اقدر بس اساعدك. بس صديقي امير امير اريدك بس اسمعني اسمعني اذا ارجع للبيت وما تعطيني سيارة امي راح تقتلني. اي شيء طيب مو مشكلة عندي الحل لك. طيب شفت وتعال وراي. شفت وتعال وراي. واو راح يعطيني مفاجأة خرافية. اوكي ايش رايك في هذا؟ ها صابر اخر موديل. ابو صابر اخر موديل ايش رايك فيه؟ ولك امير هذا حمار هذا مو سيارة. ايه هذا اقوى من السيارة. لا تحتاج الا اخود. ما تحتاج لا اخود ولا اي شيء. على طول اعطيه شوية اكل وهذا راح يمشي معك. هذا ابو صابر اقوى واحد في العالم. لا الظهر اليوم راح نعدم. اوكي خلا ودي الماما خلا ودي الماما. لا هذا ابو صابر ايش رايك بيه؟ والله حلو. يلا مع السلامة صديق ابو صابر. والله حبه كلش. يلا مع اوكي السلامة. ابو صابر معقولة ترى تخلي امي ما تقتلني؟ امشي يلا هذا هو. لا والله ابو صابر ما يفشلك. يلا يلا اوكي امشي ابو صابر امشي يلا ابو صابر امشي. لا اله الا الله. هاي ثالث انا اخذ ابو صابر. اوكي خلي اروح اضحك على ماما. ابو صابر ان شاء الله تمشي على ماما. ابو صابر سيارة ماما جديدة. اوكي ما ظل شيء وصل للبيت. ايوه اخيرا وصلت للبيت مال ماما. ان شاء الله اضحك على ماما. شوف هاي السيارة مالتنا جديدة. 1 2 وي شوفوا سيارتنا الجديدة هاي. اوكي اخليها هنا. لا مو هنا اخليها والدقيقة خلي اضحك على ماما بها. اخليها مفاجأة لها. اوكي ان شاء الله اضحك على ماما. اقصد جبت هدية ماما. اوكي سيارة ماما الجديدة اريدش تبقين هنا. ديد اوكي خلي اروح اجيب ماما حمدية واقول هاي السيارة الجديدة. اوكي 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 ماما حمدية. ماما حمدية ها جبت السيارة الاولى. اي ماما حميد ما جبت السيارة جبت شي احسن من السيارة. ها شنو هذا؟ تعي معي تعي جهزت لك مفاجأة. بس حمدية اقصد ماما اتمنى تعجبك السيارة. تعي يمي تعي يلا بس قولي شنو السيارة. تعي يلا عسري ما عندي وقت اضيعك. غمض عيونك شوف تري غمض عيونك. يلا روح يلا دخلي ها. اوكي هاي السيارة 3 2 تا هاي السيارة ايش رايك؟ هاي شنو؟ لا سيارة هاي يما مو انت وياه. مو حمدي شرلا لا تقدري لا اهوي. جايب لي حمار مكان سيارتنا. وين سيارتنا؟ ماما هاي سيارة هاي سيارة. لا كل شو لا نعال يما حمدية زين خلي اجيب لك بطة. اجيب لك بطة بدل الحمار. لا تحقق